رسالتي الثانية نوجهها للجالية الجزائرية الموجودة في الخارج. حنايا هنايا شعبكم، وانتم منه من هذه الأرض وتنتموا لهذه الأرض، ولدتكم الجزائر وولاد الجزائر، وحتى لو كانتوا تهاجروا لأمريكا وتهاجروا تروحوا للقمر، الجنسية تاعكم حاجة أمريكية، بصح عمرهم ما راح ينساو أنكم جزائريين. فاللي ما فيش الخير في يماه ما فيش الخير في بلاد الناس. نقول لكم محتاجين المساندة تاعكم، يعني أنتم القوة الضاربة تاعنا في الخارج. احنا راهنا هنايا متحملين التهديدات والحبس والتخويف، وشادين في سبيل الوطن وفي سبيل الحرية تاعنا، باش انتوما تقدروا تعاودوا تولوا لبلادكم، باسكو هذا هو بلادكم، يماكم الجزائر. التراب تاعكم هذا ما خرجتوش على خاطر خرجكم الخير، خرجتوا كان عندكم حد اقوى من الشباب اللي راهم يموتوا في البحر. فالوجه الله تعالى وعجل الجزائر تعيش حرة، وجه ربي وجه البلاد هذه لرب، وجه ربي وجه البلاد تاعكم بلادي، نبكي عليها. تحيا الجزائر، ما تخلو نوضوا ليهم تما برا، ما يحشموش هاد الناس، ما يخافوش من ربي، ما يخافوا من سيادهم، يخافوا من اوروبا، ويخافوا درتكم عليهم الارض التماتيك، ما تخلوهمش. عاونونا هنا، حاصروا الشباب في الفيسبوك، اللي يقول كلمه حق يرفدوه يدوه الحبس، يقولوا له المساس بوحده الوطنيه. الشعب كاع هذا مختلف اطيافه، متاح جزائريين كامل اللي عايشين في هذه البلاد، ما عندناش وين نروحوا. هنا ما عندنا الملاير باش نهربوا، ما عندنا باسبورات باش نهربوا، عندنا غير ربي سبحانه وتعالى نشدين فيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عندنا ربي سبحانه، وانتوما تعاونونا، غلقوا لنا الفيسبوك، يهددونا الحباس، المس بهيئه نظاميه، والمس بهيئه شعبيه، ما كاش قانون، شتم واسمو يدخلوهم الحبس. بن فليس شاب داوه دخلوا عامين الحبس على خاطر خرج بن فليس، وهذا بن فليس، وبعد يجي يقول لي انا نخبط نواسي عليه. انت يا ديكتاتوري اكثر منهم، كنت تاكل معاهم في المرميطه، ودوكا ولاو ماشي ملاح. راح الجن وصى عليا ولادو، حاربوهم انتوما معانا من تما، باسكو هاد الناس ما العصابة هادي ما تستحيش منا. عاونونا، هادي بلادكم، هادي الأم تاعكم، هذا الوطن تاعكم، وكي تشد بيكم الحسرة تولوا غير بلادكم اللي تفتح لكم البواب وتحتضنكم. هذا هو الوطن، هادي هي، كش واحد يفرط في يماه. عاونوا الشعب تاعكم هذا، الشباب هذا، باش ما يحركش. انتم كان عندكم قدرتوا تروحوا بالامتيازات تاعكم، هذه طائفة شيطانية خططوا لمية سنة قدام، قتلوا لنا ولادنا، دخلوهم الحباس، هجروهم، هربوا لنا لا دياسبورا تاعنا، ليليت المثقفين هربوهم لنا، واللي بقاو جابوا لهم بابور تاع كوكايين باش يقتلوهم، باش يهبلوا لنا ولادنا. ومن بعد يقولوا لنا فوطيوا علينا، والله ما انا مفوطين. كيجوا ناس كف يحبوا البلاد هادو، يحبوا يماهم الجزائر، نفوطيوا عليهم بكل صوره. مي كي يجيب لي خمسه بونديه، والله ما نفوطي، هاهي معمره بالدواوات تاوعي واغراض. انا مريضه، راني مستعده كل جمعه نروح للحبس، باسكو ما يخافوش ربي حتى دواواتنا ما يعطوهمناش في الحباس. تحيه الجزائر، وحنا ميتين ميتين، نموتوا كيما نحبوا هذه المره، نموتوا حرار ما كاش